أهلا. المتمثلة في الاعتصام والمبيت الليلي المرفوق بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه رئيس الفرع ياسين بوعملات، والذي بلغ يومه 38 تحت شعار معركة العزة والكرامة والأمعاء الفارغة، خيار لا رجعة فيه حتى تحقيق مطالب المعتصمين دفاعا عن مطالبنا وحقوقنا العادلة والمشروعة. وعليه نبلغ عموم المعطلين والمعطلات والرأي العام المحلي والوطني تعليق الإضراب عن الطعام، تعليق الإضراب. وعليه نعلن عموم المعطلين والمعطلات والرأي العام الوطني تعليق الإضراب عن الطعام الذي يخوضه رئيس فرعنا اليوم 18 غشت 2022 على الساعة 11 صباحا، أي غدا مع 11 الرفيق غادي يعلق الإضراب عن الطعام. وذلك استجابة لتوسلات أب وأم الرفيق وعائلته الصغيرة والكبيرة ورفاقه ورفيقاته، ومجموعة من النداءات والمناشدات، وعلى رأسها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومكتبها الجهوي بفاس وباقي الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، وكل الغيورين من ساكنة سهلة وكل المتعاطفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك. واعتبارا للوعود المصرح بها من أجل التوصل لحلول حقيقية تنهي معاناتنا بتحقيق مطالبنا، وفي انتظار ذلك سنستمر كفرع محلي في الاعتصام المفتوح المرفوق بالمبيت الليلي أمام بلدية تاهلة. وفي الأخير نحيي عاليا كل المتضامنين وعلى رأسهم أب وأم الرفيق ياسين بوعملات، وكذلك يأتي هذا الرفع انطلاقا من الالتزام الذي أخذ على عاتقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهة فاس مكناس، وعاشت الجمعية إطارا مناضلا، وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال، ودمتم للنضال أوفياء. صامدون صامدون الجمعية صامدون.